نعم، المكانس الكهربائية بتتجسس علينا. القراصنة تمكنوا من اختراق المكانس الكهربائية الروبوتية والاستماع عن بعد إلى المحادثات المنزلية، على الرغم من عدم تزويدها بميكروفونات. عيوب أمنية خطيرة تنتهك الخصوصية. من بين الضحايا المحامي الأمريكي دانيال سوينسون، فوجئ بعمل المكنسة بعد توقفها ليكتشف أن شخصاً غريباً يتلاعب بها عن بعد ويستخدم الكاميرا للبث المباشر. وعندما حاول تغيير كلمة المرور، استمرت المكنسة في العمل مع تعليقات عنصرية من خلال مكبر الصوت. قال المحامي إن الصوت يبدو لشاب مراهق، وبحسب الخبراء الأمريكيين يمكن للهاكرز التنصت عن بعد على المكنسة من خلال الوصول عن بعد إلى قراءات ليدر اللي تساعد هذه الآلات على تجنب الاصطدام بالأثاث. لا ننسى أن هذه الأجهزة مزودة بكاميرات منها 360 ومنها يعمل بالرؤية الليلية، يعني ممكن تتجسس علينا لفترات طويلة دون علمنا وحتى وإحنا نايمين. وإذا كنت تظن أن المكنسة هي الجاسوس الوحيد في المنزل، لا يا عزيزي، فأنت غلطان. القائمة طويلة. ممكن أيضاً لألعاب الأطفال الإلكترونية أن تتجسس علينا، فرشاة الأسنان الذكية وغيرها، زي غلايات الشاي والقهوة المتصلة بالإنترنت، كلها قد يتم اختراقها من قبل الهاكرز.